السكيورتي صاروا بيضربوا لي السلام، معتبريني ضيفه ضامنين. اشتقت لك. انا كمان. عادل اشوف كيفك؟ بجرب أجل قد ما في الموضوع تأعطي ماما شوية وقت، بس الوجع عم بزيد، ما بقى محمول. بتصور صار لازم قوي دوز المورفين. تخيل مبارح صرت عدلها ضحكاتها، اكتشفت انه عم بيخفوا يوم ورا يوم. بجرب اعطيها مجال تتروق شوي من مشاكل اخواتي وغير اخواتي، بس مشاكله رح يطلع لي دور. نانا مبارح صدمتها كتير، ونديم تعرف شو أكتر شي زعجة بموضوع نديم؟ إنه مش عم تقدر تمنع حالها من إنه تحتقره. لا سارة، لا، ما في أم بالدنيا بتحتقر ابنها. أمك مصدومة، بس مش بإيدها عم عادل، مش بإيدها. أمي تربية هيدا المجتمع، مجتمع الأحكام المسبقة، تربت على مفهوم للأخلاق معين وما بتقبل تزيح عنه. إجا نديم وفاجأة بمفهوم جديد وغريب ومختلف عن مفهومه، هي مش عم تعرف تتصرف معه لأنه هي بتعتبرها مشكلة أخلاق. بس هي بذات الوقت بتعرف أنه نديم خيشه طيب وحنون، كله أخلاق ومبادئ، مش ممكن يأذي حدا. عشان هيك هي مقهورة وضايعة، لأنه مش عم تقدر تمنع حالها من أنه تحتقره. وبذات الوقت هي عارفة أنه هو ما بيستاهل. سارة، خلينا حبيبتي هلا نرجع لموضوعك. أنت بتعرفي كتير منيح إنه أمك تعبت بهالحياة، تعبت كرمالكم، تعبت لحتى تشوفكم كبار. اللي بدي أقولك إياه، إنه لا تزيدي عذابها. أنا فهمانك تمام، وبعرف ليش ما بدك تخبريها، حاسس فيك كتير منيح، بس ما في حدا بهالدنيا كلها رح يكون حنون عليك أكتر منا. أمك لازم تعرف، لازم أنت اللي تخبريها. كيف بدنا نخبرها؟ فزعتيني يا بنتي، في ايه؟ تتعرف اني تغيرت، اول مره بجيبها هالعلامه، ماما ما صدقت. قربت السياره الجديده. يلا مبروك، I'm very proud of you. قبل بقيه المواد. مش كتير تحمست، هيدا انجاز لإلك كمان، مش بس لإلي. انجاز لي انا؟ اكيد، you're my inspiration. على اساس اللي انت عملتيه ده حاجه عظيمه محدش عملها قبل كده. انت تغيرت من ليله العشاء، صرت بارد ومستلشق فيي.
ايه اللي هيغيرني يعني من ليله العشاء؟ انا بس اللي لقيته ان انا تيبيكلي نفس الكاركتر بتاعتك. اه والله ليه، كيف تلاقي كاركتري؟ بنت بكوات. باب مات مفلس ومديون. anyway انت غرت لانه طلع بودي معجب فيي. شو قال عني؟ مسحور بجمالي وهضمنتي وما بعرف شو. ايه وذكية جود. انا تعبان ومش ناقص هبلك على دلوقتي. ما تقول هبلك، ماني هبلة. لا هبلة ونص. لو متصورة ان انا ممكن اغير عليكي وانضم لستة المعجبين تبقي هبلة. انت اكيد انه ما بتحبني. ريحتني. أنا كنت شفقانة عليك، حسيتك أنك بتحبني مشان هيك عم تحميني. فكرت أنه لازم قلك أني بحبك كمان، تردلك الجميل. رح أطلع أكل وأرجع أدرس عندك. أكيد زعلان مني لأنه ما طليت عليك اليوم، بس كتير انشغلت. أنا ما بزعل منك شو ما صار. أصلاً كنت رح أجي لعندك بعد شوي. لك شي؟ شو في عادل؟ حاسس بشي؟ لا لا أنا ما فيني شي، أنا منيح. حدا بشي؟ بس أنا عم بتقول أنت ما بشي، يعني حدا بشي؟ نديم بوشي؟ نديم منيح. رح خبرك كل شيء. ميما! ميما! لودي! شو بك يا قلبي؟ شو بك؟ شو بك يا حياتي؟ فوتيني شوي على الأوضة. شو حاسة؟ موجوعة دايخة شوي. حبيبتي شو بدي اياها تعملي دوايه. دواء شو عم تاخدي؟ متضايقة شوي، فوتيني على الأوضة. قولي لي شو بك يا حبيبتي؟ شو بك يا بنتي؟ شو حاسة يا حبيبتي؟ حبيبتي من وين؟ من وين موجوعة؟ قولي لي. بليز بدي الدواء لودي. أي دواء؟ الدواء. ها؟ بليز لودي. دواء شو؟ سارة! سارة! يا ذنبي أنا. جود! جود! عايزة لأمك روجة تطلع بسرعة. ليكي خلينا نجيب حكيم معها. شو بك عادل ساكت؟ قلي شو فيه، وترتني. هذا انت بتعرفي كتير منيح قديش انا بحبك وبخاف عليكي، وأنا بعرف قديش تعذبتي بحياتك، قديش صبرتي على كتير 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 أشياء، بس هيدا الشيء هو اللي خلاكي أنت هلا. إذا بقول لك بأنه إذا في شخص بالدنيا بيخليني قوي فبتكوني أنت. عن جد غادر، بس بدي إياكي تضلي قوية مثل ما كنتي ومثل ما عودتيني اني اشوفك بالرغم من كل شيء صار. اذا بتنهاري انا بنهار معك، انا بنهار معك. هذا مش تعرف شو فيه بالاول؟ هيدا قدر وما فينا نغيره. بدي توعديني تضلي قوي مثل ما كنتي ومثل ما بعرفك. شو في عادل؟ ايه شو في؟ مامي مدري شو بها سارة، غبت عن وعي وقعت على الأرض. شو؟ جود شو في عمو؟ بدي اطلع عند أختي. اوكي ما في شيء.
بس انك متوتره كثير هلا. انا هلا رح اطلع اشوفها وبديها شوي ولا بشوف ساره. انت لا تقليها. ايه ما بدنا نوترها اكثر ما هي متوتره. عم تفهمي علي صح؟ ايه حبيبتي بدي اياك تركزي بدروسك بس. فحوصاتك قريبه. روحي هلا لعند وسام مشان نشوف مامتك. انا يلا مدام لزبك بدك تحكي مع بنتك، ما عم تقبل تنزل على المستشفى ولا تعمل فحص دم. طيب انت برايك شو صار له؟ ممكن دوخه، يمكن عم تعمل دايت، مش اكل كل النهار، اشد ضغطها، فانا هي تنزل نعمل لها فحوصات. قبل ما تغمى عن الوعي قالت لي اعطيني الدواء، بس ما لحقت تقول لي من وين. غريب، بس هي ما عم تاخذ دواء. دواء؟ طلع الدواء اللي خبيتيه ماما، فرجيني اياه. تاخدي مورفين؟ اعطيني يا ماما بليز، كتير موجوعة. شو بك يا ماما؟ صارحيني، شو مرضك يا قلبي؟ لون كانسر وعامل ميتاستاز. ما تخافي حبيبتي، ما تخافي. الطب تطور كتير. بكره مسافر انا وياكي على امريكا وبتتعالجي. وبقوة الله بتصحي. هيدي مرحلة صعبة. بس رح نتخطاها سوا. انت بنت قوية، قوية كتير. ماما، كل الحكمة قالوا انه ما في علاج لها. بلا حبيبتي، كيف ما في علاج؟ كل شيء له علاج. انت بنت مؤمنة. انا عم موت. بديك تكوني قوية مثل ما انت عم تطلبي مني اكون قوية. بليز ما تعطيني همك اكثر من مرضك. لا حبيبتي، ممنوع تحكي هيك. ممنوع تحكي هيك، انت ما راح يصير لك شيء. حبيبتي انت. صحيح هيدا المرض خطير وبيخوف، بس نسبة الشفاء منه صارت عالية، خاصة انه انت بعدك صبية. انا وياكي بدنا نبرم العالم، وين ما في امل بدنا نتمسك فيه، ما بدنا نستسلم. ما خلص عم تزعجيني بشرفك. Thank you.
بدي أعرف شو عم بصير فوق. ذكري وأي حاجة هتحصل لازم هتعرفيها. ما بقى فيي أنطر. بدي أعرف شو بها أختي، أنا طالعة. جود هيكون مالها يعني؟ واحدة داخت وغابت عن الوعي، بيقنعوها تعمل تحاليل وفحوصات وهي معندة ومش موافقة. إيه اللي همك في الموضوع قوي يعني؟ أقولك بس هيك؟ أنت يا بنتي مش أنت اللي قايلة لي بس هيك؟ إيه مظبوط. وريني بتذاكري فيه أصلا. إذا بيخبرك بسافر بسافر وما بعد بخليكم تعرفوا وين. ماما أنا عملت كل الفحوصات برا قبل ما أجي، ما في أمل، ما بدي أتعذب وأقعد أعمل شيميو وأتعالج كرمال تحت كم يوم زيادة. أنا بعت ملف لعند 15 دكتور وبروفيسور ومراكز سرطان بالعالم، كلهم عطيوا نفس النتيجة. No cure. شو عم بتقلي أنت؟ كتفي إيديك وانطري بنتك تموت؟ بس لحظة هيدي لانا. إيه حبيبتي؟ فيي أعرف وينك لهلأ؟ بعدني من المستشفى، شو بكي؟ من الساعة قلت لي ماشي. ليه بعدك هونيك؟ صار في حالة إمرجنسي. آه ولا؟ كذاب، هلأ بدي أعرف. خلص نانا، هلأ بس أجي بخبرك. عم بقلك خبرني هلأ. نانا، نانا بيبي بس أجي بخبرك. باي. حلو. ايه حبيبتي؟ سكرت الخط بوجهي؟ سكرت الخط بوجهي؟ نانا بليز فهميني، انا مشغول بموضوع كتير مهم، بس اجي على البيت بخبرك. عن جد؟ وانا لازم ضل ناطره محرقسه لحضرتك تجي؟ حياتي رح استعجل قد ما فيي تاجي. ايه ما تستعجل حبيبي، لانه رح تجي وما رح تلاقيني. اوكي. اوكي؟ حتى مش همك تسالني لوين رايحه؟ خلص نانا بس ارجع بسالك. لا لا، انت بدك تجنني. بدك تجنني؟ نانا شو قصتك؟ عم بيقول لك مشغول، ما بتفهمي؟ مشغول ماما؟ فهمي بقى. ايه وين كنا؟ قد ايه هيدي إلى القصة عادل؟ من وقت ما رجعت؟ كان احساسك بمحله. وانت من وقتها عارف اكيد ما في شيء بتركك علاجك بفرنسا الا خبريه مثل هيك. جيت لحتى توقف حد لما اعرف، ما هيك؟ لا انا جيت كمان تكون حدا. انا اللي كان لازم كون حدا، انا امه. انتو كيف تسمحوا لحالكم تاخذوا قرار بهالخطوره؟ كيف؟ يا
ماما هيدا كان قراري أنا. أنا قررت إنه ما خليك تعرفي إلا بالآخر. بالآخر؟ بالآخر؟ بنتي أنا، بنتي صارت قيمة على آخر. ليه بعدك سهران؟ ما عندك عملية بكرة الصبح؟ قعد شوي أنا. ما يكون فكرك تسألني مع مين ووين كنت، لأني نعسين وبدي نام. لا ما رح أسألك. بعدين ليه ما قلت لي على التليفون أنك كنت مع الماما؟ تبينتني هالقد سخيفة. لأنه كنت رح فوت معك بأسئلة يمكن ما كنت رح لاقي لها جواب بوقتها. وهلأ صار فيك تلاقي لها جواب؟ تو ليت، لأنه ما بيهمني أعرف بقى. سارة مريضة. أنا قلت بتكون بعد ما نمت. كيف بدي نام وأنتي واعية؟ ما عندي اللي اجتني فكرة. بنزيد لها دوز المورفين لحتى تنام نومة طويلة ومسفرة. إلا ما يكون في علاج برا. نص علاج. بصيص أمل. دواء يطول لها عمرها شي سنة. أو حتى يوم. هذا قال لك أحمد إنه جسمها ما بقى يتحمل تعب ولا سفر. بجيبهم لهون. احمد حكي قدامك مع اثنين بروفيسوريه رح يوصلوا بعد بكره. بجيب اكثر، بجيب 10 20، بروح على الطب البديل الا ما حدا يكون عنده الحل. ايه
يمكن تصير شي معجزة. الله ما رد لي هيك بمعجزة. يا ريت افضيها فيه. لا ما تقول هيك. انت قلبي وهي روحي. اثنيناتكم ما بقدر اعيش بدلكم. ما بتعيشوا اثنينكم. ما بعرف. مستحيل ما يكون في شيء بينعمل. هذا ليش ما قلتولي؟ كان لازم اعرف. من حقي اعرف. كنت عملت شيء. كنت اغادى بالعلاج. سارة رافضة هذا الموضوع تماما. ما بدها تتعذب. ما بدها تنوجع. وانا بقدر بفهمها تماما. بقدر بفهمها بعد الشيء اللي صار معي. انت لازم تفهميها. بعرف انه صعب عليك. صعب علي وصعب على كل اللي بيحبوها. عندك بالمستشفى مرضى سرطان بتقدري تعرفي العذاب اللي بيمروا فيه. بس على القليل بشوفها قدام عيوني. لو بدك تقول عني أنانية. حقك تكوني أنانية. وحقها هي تكون أنانية. ترفض تعيش في جحيم من وجهة نظرها كرمالك. كتير قاسي اللي عم تقوله عادل. بعرف بس مجبور. مجبور يا غادة اكون قاسي. لأن الواقع اللي عايشين فيه قاسي كتير. إذا ما كنت قاسي وإذا ما كنت قاسي ما بتقدري تغلبي. لا عادل هالمرة ما رح أقدر. ما رح أقدر. لو كنت جبل حلو ينهد. بلا غادة تقدري. تقدري كرمال ولادك. كرمالي. كرمال الناس اللي بعدهم بيحبوكي وبحاجتك. انت كنت بحاجة إلي. وانتو ما خليتوني يكون حدا بأصلي. سر المريض. هيدا مش مريض، هيدي سارة اختي.
انا عم لومها، عم لومها اللي ما اجت حضرت عرسي. كان لازم اعرف انه اختي مريضه، ما كانت رح تغيب عن عرسي الا اذا كانت عم تموت. انت خبيت علي، انت واحد خبيث، كيف بدي ارجع اوثق فيك انا؟ وين رايحة؟ بدي اطلع على المستشفى، بدي اكون معه، بدي اعوض عن الوقت اللي ضيعناه سوا، بدي اقضي كل دقيقة معه. بليز حبيبي خليكي لبكرة، مش قادر افتح عيوني. انت فوت نام. انا ما رح خليكي تطلعي لوحدك بالليل، كلهم ساعتين بنام وبنروح سوا. انت فايت تنام، بس انا ما رح اقدر نام، وهول الساعتين رح يقطعوا علي كأنهم سنتين. لحظة، طريني خليني اغير ثيابي. خلص حبيبي روقي. بونجور دموزيل جود، كيفك؟ بونجور، منيحة، دخلك وين وسام؟ وسام طلع اليوم، ما كنتي عارفة؟ هيك تترك الأوبيتال بدون ما تحكيني؟ بدون ما تعبرني بولا كلمة؟ وانا ايه اللي عرفني انك مش عارفة؟ انا سلمت على مامتك وسلمت على سارة ومشيت لما كنت انا بالجامعة. يا عمي روقوا على بعضكم شوي، بتضلوا تتخانقوا. خالتي من فضلك سيبينا لوحدنا شوي. مثل ما بدك، بالاذن. انا افتكرتك عرفتي مش مهتمة تيجي عشان مشغولة كتير مع سارة، وبعدين بقالي 3 ايام ما شفتكيش. كنت عم بقعد كل الوقت مع اختي. يا عمي بتضلوا تتخانقوا؟ روقوا بعضكم شوي. كيف فيك تحكيني انت تودعني؟ سوري، ما جاش على بالي. انت ما بتحترمني، وعندك الجرأة تفرجيني انه ما بتحترمني. وانا ما بقى مستعدة اتحمل قلة تهذيبك، ما بقى تتعاطى معي. يا حبيبي، كم مرة قلت لك طول بالك عليا؟ البنت عمرها 18 سنة، هلا صحيح هي مغنجة شوي بس ما في أطيب من قلبها. شفت التقرير؟ معقولة تركيبتك تفيدها؟ ما بتفهم علي دكتور، أنا ما فيي جيبها لعندك. أول شي لأنه تعبينة جسدياً، تاني شي رفض أي علاج، فبدي منك أنت تجيب لي التركيبة. أنا بحط لي بالمصل. شو؟ بالأكل؟ دكتور أنا ما عندي مختبر لحتى حلل الدواء أعرف شو تركيبته، ولا بهمني الموضوع. أنا كل اللي بهمني إنه جرب الدواء على بنتي، ومستعدة أدفع لك اللي بتطلبه. أوكي، قلت لي ما عنده عوارض جانبية؟ يعني إذا ما فايدة ما بضرة. أوكي، فإذا بكرة أنا الصبح شي الساعة 10 ببعث لك الشوفير. أوكي، مرسي، مع السلامة. رادا أنت شو عم تجربي تعملي؟ أنت بتعرفي كثير منيح إنه هالمرض لسه ما التقى له علاج بكل العالم ولا بأي مكان. بدك تقولي لي إنه الدواء وصل على لبنان ونحن ما عندنا خبر؟
شو بنخسر اذا جربنا؟ ما بنخسر شيء، بس بده يستغلك ماديا. بس في كثير حالات شفت عادي التركيبه. انت متاكده؟ غدا، انا بعرفك ست فهمانه وواعيه. ايه اكيد فهماني، ولمعلوماتك اللي دلني عليه كونسيرولوج. عادل تركني متمسكه بشويه امل، اذا ما بدك اياني انهار. طيب طيب خلص خلص، انا اسف. انا جعت كثير لحد لما تغديت. ليه بعد ما اكلت لهلا؟ كنت عم فكر اتغدى انا وياكي. انا ماني جوعانه. اذا بدك اياني اكل بتاكلي معي. طيب رح اطلب اكل. سعاد بدي اعزبك تنزلي على التاني، في المريضه بالغرفه 316، تاخدي لها ضغطه وترجع تحكي لي ضروري ضروري. نانا؟ مشغوله كثير، بحكيك بعدين. تغديتي؟ تغديت على الساعة واحدة بما انه حضرتك كنت بالاوبريشن روم. نو بروبلم. شو نازله معي على البيت الليله؟ لا، بدي ابقى مع اختي. بعدين كل يوم بدك تسالني نفس السؤال؟ اكيد، على امل انك تنزلي معي شي ليله على البيت. مش نازله على البيت، باقي مع اختي لاخر دقيقه. نانا، ناسي انه نحن بشهر عسل مثلا؟ شهر عسل؟ صحيح انك بلا احساس. ضحكتي علي وما اكلتي. ما لي نفس. طيب ماشي. ناي عندها دياليز اليوم تما طلعت؟ ايه. ما حكيتك؟ لا. شو بدها تقلي؟ بتعرف انه ما في حكي بيعزي بهيك ظرف. غدا، نديم ما صار لازم يعرف. ما بعرف اصلا شو النفع، لشو يترك درسه ويجي يضيع وقته هون. بس انا متاكد انه هو بيحب انه يكون جنب اخته وهي بهاد الظرف. متاكد. بعد بكير. هو يمكن لا. بلا بكير. مرسي على الغدا. غدا، انت عم تتصرف معي بكتير قساوة وناطر مني اني انا اتصرف مثلك. انت مش حاسس فيي. انا غرقانة ببير غميق، كل شي حوالي اسود، ما في شي اتمسك فيه. بطلع لفوق عم فتش على شوية نور اقدر اوصل له. هيدا اذا قدرت اوصل له. لو مدتي لي ايدك انت لقيتيني. هذا من زمان مش من هلأ.